إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن وحان السلام يا دمان دو دوينها مولالها هرتي دفرية إيو انت لغيا بين أي نجدة وأنا إسوا أما نجا لغي سنة إسوا إنترنت كي غير كود ولا ليال طبعا محاضرة الشيخ إنا رئيسي إيسي جزا الله خير جزا الله asheikh khayr aljaza sheekh axmed imaam oo ka hadlaysay khaatimada wanaagsan ee lagu dhinto iyo waxyaabaha khaatimada xun lagaga badbaado oo aad moodo inay calaaqo weyn un lalahayd mawduucan hadda in sha allahu tacaala aan soo jeedin doono oo ah caqabaadka ama cawaa'iqda keeni karta qofka muslimka in uu نار جلاء أنو جنة جلين أن أرت وح وقت سبحانه وتعالى مرك كواد جنة وايد ديار سنتاي وحلو دياري يدت مؤمنين تا متقين تا إلهي كعب سدا سدا مال البدن إلهي قرآن كوكو شاقي وعدت للمتقين وحلو دياري جنة بار ربيل سبحانه وتعالى دذك متقين تا marka mutaqiinta la yadhaahdo mu'miniintii waa soo gelayaan muslimiintii waa soo gelayaan waa sifo caama oo qof kastoo ilaahay ka cabsaday uu leeyahay oo maaragtay mu'mina oo muslima marka jannada waxaa iskaleh marka koowaad oo ilaahay uu ugu deeqay dadka wanaagsan ee muslimiinta ah gaal markaa shaqo ku malay inuu janno galo mawduuceennuna maaha kaas maxaa yeelay إلهي آيات قرآن يا إيه آيات فرابضن يا إيه حديث فرابضن باو كعدي قف قال إنا نجنق لين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إلهي وحاو التلمامي سبحانه وتعالى قف مشرك إلهي أشريك يا لي وقال آه إنا نجنق لين أو ما النار يا والعياذ بالله مركا كفر غوالا نعم أو نفاق مع عقيدة كردعة أو آه إظهار الإسلام وإبطان الكفر وحوي يعني سجن ولا مد مركلة ما دو كوحاها الدحضا يما دو ده قبتكلي مسلمين تا ييجو إلهي أودي يا سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حديث صحيح إمام وحوي بخاري مسلم باي وريانو من حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام وحديث القدس وحو تلمامي إلهي دتك أو جندا أو كصالحين تا إلهي سبحانه وتعالى كعب سدا جندا سوى مال أنا إلى أرق وأنا دقي مقل وأن قلبي كسر بن آدم نعم ذو سيدة تهي ويني ذو سيدة تهي إلهي سبحانه وتعالى دار كرامتي وغرقي wallahu yadcu ila daari salaam waa daartii nabadgelyada wayahdii man yashaau ilaa siraai mustaqiim dadka markaa waxaa lagu hanuuninaya qofkii ilahay doono daarta in uu galo jannada ah awal shay jannadaas dadka muslimiintii maxay ku galaan macamal bay ku galaan maraxmada ilaahay bay ku galaan maxay ku galaan dadka muminiintu jannada waa suaaad jadaaba qyboodbqybsantaay دخول كذا يا جنة لا ڨليا و برحمة الله سبحانه وتعالى ايا ايه اما درجات كالا الدجا و بالعمل الصالح لابد من ادلة القران كي صندة ايا الى سبحانه وتعالى يا ايه نبي صلى الله عليه وسلم اما ان جنة لا ڨليا رحمة الله نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كشاية انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله قف إذن كم إذن جنة ما يعمل كيسا ولا أنت يا رسول الله أذيقنا رسول كيلاه يكجل ما يسد ميا جنة عمل كاغا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من هو فضل أنا ما عمل كاغا، أنا أفضل خلق الله وسيد ولد آدم أه لكن وحن كجل برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله مركز جنده ظهر تعامل لو مقره لكنه لكن وحلقوا قال رحمة إلهي سبحانه وتعالى معنا عمل آدم آدمكو أي شقينا يعني أي عمل فليان جنة مجوية أو عمل جنة وجوية معها حديث سيمارك تسعيح الاسناد إمام الحاكم وريي أو أنفلي من حديث أبي هريرة يا هيبة وحكشة كان النبي عليه الصلاة والسلام أدون إلهي شم أو سندود عابدي شن تابقول سندود جزيرة يربكون ولا وحويان إلهي سبحانه وتعالى بييرو معانا مع جزيرة دا بدا ايا لوغا ساري لوغا ساري عبو هبين والبنا حبض رمانا ايا لو ساري او عنا مالنتي تيو دان حبادا كاي شنطة جري بيهانا او عب جري شان تابو قولي سندود بربيقي سبحانه وتعالى بين صلاة وصيام وقيام وذكر وتلاوة وغير ذلك من عمال البر أي أن إلهي نوحو أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو ساجد لسوء السجود سنة إن إلهي أو أفسده أي ربي ويد سبحانه وتعالى تفضي أدنى كي جبريل بن نبي قوقو ورميه أفسده سيدي عمل كالصالح ونكسنبو كردنتي أو إلهي كو أفصدي مرك آخر قيام ذي لي ماذا حسابتي أيتمد أي ربي سبحانه وتعالى وحكو يا عبدي أدخل الجنة برحمتي أدون, إذا جنة مركا أدون كي جي أو إذا جن هذا كقول مرك أدون كي بل يا ربي بعملي أدون ربي أو عمل كي جيبان كقولي شنتي بقول إسناد أنك عبدهي ربي أو بان عمل رواج ن هذا إذ أنك قلوا الله سبحانه وتعالى وحويري أدون كي هلأ لحسابتمه نعمة البصر با لكيّاني oo la yidhi bal ayada miisaanka ha la saaro camalkiisii shanta boqolee sannadood ahaydna miisaanka ha la saaro dabeena waxaa dhacday nicmatulbasar inuu gudi kari waayo shukrigeedii oo weliba ziyaad lagu yeshay markasamcigiiwaa hahay oowxariqigii waahay ooadiwahaoimnkwayoo twfiiqdiiilaahwayahaywixii oo dhan waabaqwyhenadoonkiimarkuu arkay inuuhalaagsamay oaanu camal jannada ku tegi karayn ayaa markaa uu rabbigii isu dhiibay تبدنا إلهي وحكوي سبحانه وتعالى ادخل الجنة برحمتي أدون كي جو إذا الجنة كقل مركن مركا أدون كي واي سديبي أمي المش نعم نعم كي إلهي سبحانه وتعالى إلهي نسي هذه آد بوفر بذيه ومكو بكرينه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلهي بايد سبحانه وتعالى أما إن قفك درجات كجنة وكدك دونه عمل كيسا آيات فر بدن إلهي كشاقي وأي قول الله سبحانه وتعالى أورثتموها بما كنتم تعملون جنة وحن إذن كل حال وحد وحاد عمل فليسان إلَى يحوير أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أعمال بالقصة والرمي في عنو السميين تبدأنا إلى هاي نفردوس أيا لغا أو الى هاي أو أي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا مرك عملك مرهد دي رحمة إله إلى يا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رحمته إلهي سبحانه وتعالى رحمة ساسا ويد سنينا إنه جنّذنا جوجل يو مرك ما دو سعة رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة إلهي واسعته قرآن كائن إلهينا سبحانه وتعالى وينو قشي ما لبضان نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون آية دائرة في سورة الأعراف إلهي سبحانه وتعالى وكشي إن رحمة ربي أي واسع تهي نبي عليه الصلاة والسلام إلهي باري إن رحمتي سبقت غضبي رحمة إذا واي كهر مرتي معنا وحويا يعني عرض ذا مركا ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى يا مؤمن كوحو الدياري يا ولبا رحمة رب العالمين بقل رحمة ذا وأبو ربي يوم خلقها الرحمة تبدأنا رحمة كل وسود جي سجال يا سجاش الرحمة ذا مؤمن كوجون حريصا دون يا مسلم كمال انت قيامه أو إلهي سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما مركا ما دام رحمة إلهنا دا إلهي نسيدا يواسعتاه سبحانه وتعالى جنة مؤمنين تي يا مسلمين تا يا متقين تا ودياريي إن أغونا أن مسلمين أو أهل التوحيد آنا هاي أو أغضتك توحيد كي آنا هاي محا إن أغور جوك سنكرا أما عراقشة جوك إن جوك oo helkeen ehelkeeda aynu noqonno maxaa ka mid ah aad iyo aad bay markaa u fara badan yihiin xadiiska jibriil ee imaamu abu dawuud iyo tirmidi ee khayrkayba ay wariyeen waxa uu tilmaamayaa rabbi subxaanahu wa tacaala markii uu jannada abuuray inuu jibriil u dhawaaqay oo uu amray oo uu ku yedhiyaa jibriil idhab fandur aljanna jibriilow tag oo jannaan abuuraye bal eeg تبدأ نجبريل ماركو أركي نعمة الجنة إلهي وكو أبو ريا سيدي تهي أيا وحوري ربي أو وحانو ملاينا يا إلا قف مما قلوه لا يسمع بها أحد إلا دخلها قف مما قلوه جنة وركي ذا إلا وأوقلا إلهي سبحانه وتعالى جنة وحوكو أبو ريا أو كو هريري بالمكاري وحي نفتو نعبايدو تن أيا جنة ذا كالوغر دي جاي هريري تبدأ جبريل باو حلقو يري ايك جنده دا مركو اركي ايا وحو يري لقد خشيتو ألا يدخلها أحد ربي يو وحن كعب صدي إن نقف نبا جنة دا وكذلك النار نار تون عكسي جيدا مركا جنة قف كستو مقلي وحا او يا ايا او او جعلي سن لكن مكاريبا كور ريسو او لغو تهدي او لغو حرأي حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره نبي قايد عليه الصلاة والسلام جنة وحا لغو تيذي و لغو هريري وحا كستو نفتو اي نعبي نار تانا عكسي قيد ما دام السيدة الرب سبحانه وتعالى او امتحان و ربضت كاينو كقعدو. قف كستو مسلم مسلمي جنة مقليا حتما ها قف كستو مسلمي جنة وقليا واتاسي وارن مطلقة قف كستو أو مسلم أو إسلامي ما كل إنت جنة جليا. لكن ما ابتداء أم بو جليا مس انتهاء أم أن بو ابتداء أن قل دونتا أو يجا على حسابين سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تضباتا كن أو أمد النبي محمد جند وحي جلي دونا يجون لنا حساب لنا عذاب saddex qayboodna dadku way u qaybsami doonaan alsaabiquun walmuqtasiduun walaalimuuna lianfusihim saddexdaasay u qaybsami doonaan marka labada qaybooda hore jannada bilaa cadaab bay geli doonaan biidni illahi tacaala ama qaybta dambe ayaa ah qaybtan caawa u soconno ama maanta u soconno ee aan rabno inaan ka waranno caraaqisha ka hor joogsan karta waxaana ka sheegi doonaa dhowr shay un maxaa yeelay ma wada sheegi karo marka koowaad dadka muslimiinta ah جنة ذوي وذا جلي دونا بإذن الله تعالى لكن قارب وحي جلي دونان جنة ذا مركي عذاب سومرين كدب ولا عذابي نعم أهل الجنة حتى ويا قانان علامات بالقوي قانا نار بي سومرين مركا كدب بي جنة دونان جلي أعماش مركا نار تأيكو محاكم ذا كو نبي عليه الصلاة والسلام وحوي يري حديث كصحيحة يسوق الصحابة ويدينا يا من المفلس و مفلس كما تقانان قف كان وحبها يسن متقانن نعم وحيدا المفلس فينا من لا درهم له ولا متع مفلس كنبي محمد وقت يذا وقف آن وحبها يسن درهم يا إيه متع يا إيه ألاب يا إيه قري إيا ومسكين المفلس في أمتي أنا يعني أمد إذا مفلس كذب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن أتى بصلاة وصيام وصدقة saddex camaloo waaweyn salaad buu la yimid siyaan buu la yimid sadaquu la yimid laakiin muxuu sameeyey aataa waqad dalama haada wuxuu yimid isagoo kan dulmiyey wa akala maal haada kanna maalkiisii cunay wa safaka dama haadaa kan dhiiggiisa daadiyey wantahaka cirda haadaa kan cirdigiisa xantay oo markaas saasoo kale cunay intaasi markay yimaadeen fa yaqcud qiyaamihii baa la taaganyaha wuu fadhiisanaya إلى أن قفل بقصاص باجرتا وإلى هاي موازين تي عدل يا هاي بودا جين وميزان كيبا لكيني دونة قفل بنا وحلقا قوين دونا الدنيا دا دو وحيو سميي مركا داد كيبا كيو سو قلي دونا داد كيو ظلمي كيو ديلي كوي, كوي حانتي كيو وحيو ران وحي سو قلي دونا كيو دير بيس دابقب سن دونا ميدو البظل مي ها نبي قو حولي هذا من حسناته كم باي منايا حسنات كي لقا قاضيا ولا سينايا لا تقبل لي سجن تيو دبا طيب مت كلاي منا أيه؟ يا ولا الصين يا أيه؟ هدي عيد رمضان حسنات كيسي سيئات كودي اي أنت لقى سو قادو كي يقول رأي كسو بلاو أيام دوشة سجل سارة أيه. ميزان كيسي ولا قو عسلين يا أيه. كدبنا مركا هدي أي معنا وحويان سيئات كيسينا أي بدنا اياه كوا كلنا لقو سو دري نبي قحود عليه سلامة وسلام فيطرح في النار نار تأيل الجينة يا مركة. هذه العقبه الاولى عقبتك هو مرك قفكني صلاه يصيام يزكي يا لكن مظالم وتاكله واذ يا ظفر بضن إلهنا محوري ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين الهي مواضيع ذي يا ميزانكي of wlba xaanaadkiisii iyo say'aadkiisii ayaala xisaabinya marka caqabadan waa caqabad aad iyo aad u khatara waana mid aynu ku wada ibtilaysannahay badankeenu haddii carabkii badbaado ishii baan badbaadaynin haddii ay ishii badbaado lugtii baan badbaadaynin haddii lugtii badbaado qalbigii baan badbaadaynin nacam wixii oo dhan waa maaragtay kulina waa xisaab baa ka imanaysa basarkii iyo samcigii iyo fu'aadkii ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala nacam oo waxaa rabbi tilmaamay in carabkii la ysku xisaabin doono oo ishii la ysku xisaabin doono oo dhegtii la ysku xisaabin doono oo farjigii la ysku xisaabin doono amilo ayaan sheegi doonaa dhowr ah oo ka mida wixii nebigu inoo sheegay sal allahu alayh wasalam ee uu yidhi waxay ka mid tahay carqaladaha ama caqabadaha ama macnaa inaga hor joogsan kara in aynu ahluljanna noqonno ayaan wax ka sheegayaa mahalan alcaaqu liwaalidayhi qofka waalidkii caaq ku noqdaa ee cuquuqul waalidayn la yimaada adduunyada intuu joogo ilan ilaahay wuu dardaarmay wa bilwaalidayni ixsaanan buu u dardaarmay shabaabka iyo dhallinyarada waxaa la ydiin dardaarmay waalidkiin in aad ixsaan u samaysaan قفكو مركا الديو كسو بحوايو او اله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما افن بالسو غارسيه هاكو اورنن كلمه حن او حتى افن اكو اورنن مركها عاق عا والد كان النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح حكوري لا يدخل الجنه عاق مدعاق او والد كي عقوق كو سميه او غويا او ربا جنة ما النبي عليه الصلاه والسلام مركا وحي كمي عقوق الوالدين عقبضها الجنة هريالا لا أي كمي الجنة تحت أقدام الأمهات نعم مركا إلهي سبحانه وتعالى عقوق ذو إيا الرحم كولا قويو حديثك صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أولي ربي با أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك رحم كيبال الله الله وحل رحمه mi aanad ku qancaynin oonad ka raalli noqonaynin rabbi haddaan aha inaan xidhiidhiyo ciddii ku xidhiidhisay oo aan gooyo ciddii ku gaysay waa caqabo kale raximkii waalidkii waa kow raximkii kalena wuxuu u baahan yahay xidhiidhin la xidhiidhiyo oo la soo dhaweeyo oo wax la siiyo oo loo naxariisto oo aan la goynin maxaa yeelay isaguna waa caqabo ka mida caqabadaha ilaa aad ka gudubto aanad jannada galaynin وَحَكَمِذَهُ كَلَيْهُ وَحَوَيَانْ عُقُوقُ الْجَارِ جارك يُعَدِبْتُهُ أَيَا كَمِذَهُ ونبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح وككوري لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه جنة جالي مايو قفان جارك كنبت كن جالي دبتيس. جنة جالي مايو جارك حقي سمركو كاك هدي أي وحكوس وهران والجنة أهلا وسهلا ومرحبا لكن والظلم وين مركا نبي عليه الصلاة والسلام قف جار كيس الربا جنة مايو ولذلك بقى قصة معنا وحوين أثرت النبي عليه الصلاة والسلام الله شجع قبر صلاة بدن وصيام بدن وصدق بدن لكنها تؤذي جارها لكن جار كذا يدبتها بتاع نبي عليه الصلاة والسلام وحويان هي من أهل النار نار ايه والعياذ بالله. توكل ايا الله اغي. صلاة بدن متو كتو. صيام بدن ملي. لكن جارك ايضا كرامة ايسا. رقي ايضا مروايس هي من اهل الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام. جنة دي قليسة. ملكا محي كم وحي كم جارك الى لنتي، يسو اما مسلم ها هادو. اما قال ها هادو. وحي ابا هنتاي ان ات جارك حقيسة الى لسو. محي الى اله باكو دارمي. قف جارك كاجا هدو قالي هاي حتى وين هاد جار نمدي سيلالي صو وين هاد حسان وصمي صو وين هاد هدايا دي سكودا وين هاد حزان تيسا يمروك تيسا لقا يبسطو وين هاد فراح ديسة دي سلقا يبسطو وين هاد سكودا إذا قلب بيجي لكن ما انت ترى دو جال إن هاد لبو أو هاد بوك وصمي أو هاد إلهي ما قال سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب ka dhow ee qaraabada u saxiibka jaarka iyo ka jambiga ee agtaada ee jaarkaaga guriga ama daarta labadaba waxa weeyaan inaad ixsaanuamaso marka waxay ka mid tahay waxyaabaha caraaqisha ee jannada inaga hor joogsan kara waxaa ka mida waxyaabaha waaweyn ama abwaabta waaweyn ee jannada inaga hor joogsan karta azinazinada ayaa kamid waciyaadu bilaaidmarka ما عرفت إلهي أشى سبحانه وتعالى هو آه. إلهي بعد ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا مركز الزنا ذا ومعنى وحويان علاقة أما الريليشن شيب حرام أو أدلتي ويان وأنا وضع حن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وكتل مامي كتب ابن آدم حظه من الزنا ابن آدم كوحل قري ديفتا الزنا ذا كله قف والباي كو قران محمد النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني ايش ويزني ستا وزناها ايش النظر ها وإن آد دعوته آه ها إما كوليبا ابتلاقا موبايل لذي انترنتكي مهل والبا نعم زنا النظر والعياذ بالله أي أبو حدا. shabaabkii ku ibtilaysan yihiin wuxu ugureord garaysan yaha meel walba wxawyan xataa isagoon uastaynon doonayn baa mski ugu imanayaan marka dhibta mna shabaabka weliba dhulkan jooga ka haysatee weliba ay ku jirto shabaabnimadii iyo quwadii shabaabkaulahaa waxaweeyaan aad iyaadaad bay u katar badanta marka nguwuh alcaynu tan wainaha nahar waa daawashadii ama film ha ahaado أما ما أركت ساسو كلا وحنها هذا لداونا يي والأذن تزني وزناها الاستمتاع دكتين ويزني ستا زنا ذي ذي نواينا يوحي كرة حيستو وميسيقي دقيستو أي حمانتي دكتا قشتي دقيستو أي وحوالو حن مقشو نعم ما لي واليد تزني وزناها البطش ها إيش إشي باوه الرئيسي قف دان وحبا عرق معنا وحويان isa gu timaad w adgtsibadan dhgtiibaa ku xigtay istimtaacii gacantii ayaa ku xigtay waa tataabashadii iyo alaabtiibaa timid mara meel khair artmr rijlu tni lugtii way zinaysataa waa balantii marka la balamo ee markaa saas oo kale amaha laysku diro maa lahaa tx mssamala sku diro ama wa kallasku diro ama sifo kal lagu balamo ليك روجي وأصوص عني سامركا والقلب يهوى ويتمنى قلب جينا مركا مركا أسباب تيوردن أيتمادو لبدي قف بلمان إيه مل أي إيه أي 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 شكو هلاس يسكو أو بينا. كدبنا قلب جي وجعل يستوحي نعم والفرج يصدق, يصدق ذلك ويكذبه فرج جينا او ارنتي أمر رميو أما بينيو إنه إلهي وبدباديو وعسم إلهي أتماده وإلهي سيدي يوسف نبي الله عليه السلام أبت بادي ربي سبحانه وتعالى أبت باديه فلما رأى برهان ربي ها مركو برهانتي حجدي أي عسمدي إلهي أيتمد ربي سبحانه وتعالى بد لكن شيطان كمركو مركو يماد وحصر مادان وحويان وإن أي مصيبه وينيد أي دعضه إيو زندي أو على سبيل كذي ودد إذا وإله الشيء إن النار تاي والعياذ بالله قف قدان وكتب بتكون وحيكم تاي ذنوب تهدي كل إنتو يسقوا عن كتب النار جينيس ها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من الزنيستان ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قفك السدا سمية وحلك كل معنى وحوى عاقبة إثم جيس أو نار أي لكم دونا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا هل كاس يسقى ليتا أو ذو ليسا أيا وحول ربي سبحانه وتعالى أو كوارد دونا وعقبك له أو لبا environment كهذا أي نكون وأسه قبل هذا ويل هديتي إن أي سيف ضد وحي أجاران أسميان إلا من عصمه ربه سبحانه وتعالى إلا قف إلهي إلاليي مويان لكن ومهيأ أسباب تيوردان ولذلك واتقى أن قصصك إيو أخبارتا إيو كوساب سنرنتا أدي أد بن ود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من شرورها إنه على ذلك قدير. أقبضك لأن تلمامي كرو إي جنذا إن غهور جوك كذا النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي وحويان اللسان عربكي ها وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم ها عربدود وحي غوين مويانه قفكم يا نار وحكل لو وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بالله سبحانه وتعالى وحان لي هدلينو وقريه ومسجل إلى هواء قري سبحانه وتعالى مركا قف كيس سجمع عن سنة يا حنتي يا نامي مذي يا إسكودركي يا كرش شق شركة شقينتي أيا وحو جل يا نارته والعياذ بالله ولذلك نبي قولي من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه أضمن له الجنة والعرب كيس يا إيه حفظيه يا يا إيه ضمان قاضي حفظيه إلى ليه أو فرج كيس اي ضمانة قاضي إلى ليه أو أنا نقول الجنة ذا جرنتي أصي ضمانة قاضا و гаранти نبي محمد بهنا يو أو كسينا يهذاك أفكار يفرج جاق عاد حفظ ذا الدويا ذا أنت جوكتو جنادا هنا تجلين صنار أنا تجلين والعياد بالله وحكى له كم ذا أسباب تا نار تا هنا جارسين كرتا جنادا هنا جهر سيدوكسن كرتا نجا مسلمينا أو إسلام ماذا هاي سنة معنا وحويان الإدمان في الخمر خمر جو أو أندائمنه وأنسك ما ركتي دنو وأنسك عبنو laa yadkhulu <laughs> ljannata mudminu khamrin uynbig alh alaau <laughs> waalam jannada geli maayo qof khamri daa'imay oo ku dhintay oo isagoo aan ka toobad keenin adduunyada ka tegay naar buu glajlimanbigu alh aau waalaam manaa waxa weeyaan dadkaasoo dhan gebagabada waansheegi doonaa haatimadoodu waxay ku damayndonta bidnlahi taaa limada addaydiwaxaa alokami biguutimaamy w قف كنمام كيدت كيسكو درا ها لا يدخل الجنة نمام حديثة سورن وحديثة صحيحة جنة قال ما يو قف دت كأكل قاد ورك وحكك مذا غيب يا حنتي وحكم إذا مركاسا سوكلة معنا وحويان أكل الحرام حرام توقفك عنا أي كمذا والنبي عليه الصلاة والسلام من الحديث صحيحه وحويان أيما جسم نبت بحرام فالنار أولى به قف كسو كيسو كوكري نار با او او ليسا إن لو غا او أي أولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا أعماشا نار تلغو غريا ما إلى النار آه آذي آد بأفر بذيهين كبائر تورن قف كودانو كتوبت كيرين ويسوس سجليسا أو ربي أو أمارك تيلق <applause> أن لا قادنين أما دين تيلاه ولا جو جاسو جسوا هوس الدنيا أو لا أو أن آخرة لجب فكرين أما دم بل سجترن ويسوه إلهي محورين الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون kuwa aan rajaynaynla kulanka ilaahay maba rajaynayaanba waxbaba isaga ma tiriyaan maba qalbigooda ma ku soo dhacdo oo adduunyada nolosheeda isaga raali noqdo ha shaqadiisuu ku raali yahay gurigiisu ku raali yahay gaadigiisuu ku raali yahay laakiin aakhira iyo danteeda iyo maba hayaba aayaadka ilaahayna kaflo kaga suganoo laanna aayaadku waxay anfacaan qofka soo doontae u yimaada هنون يهداية <سؤال> كدونية أي آياتكم أنفعين قفآن قف آن وبسو جيدين أو آن مع سورة سنين آياتكم ما أنفعيان محايا لا إلهي مركة وقران كتلمامو دكا كو انتفاعية هدى للمتقين هدى للمسلمين هدى وبشرى للمسلمين وحالة تلماما داد كو انتفاعي قران كو إنا قلوب توذو أي جلع سنتهي إلهي وإيمانية وحي جيسا سورة ذنية E, jecel ja inay manaa waxweeyaan ku hanuunaan ilaahayna uu ku hanuuninaysubaanu ta aaaaadaaad u arabaantaa oo aaaraadin ar kartaan waxaan nidhi ahiiran marka ay ka soo baxaan e, la madaalimtii laga gudo iyo wixi ay galeen ama ha ahaato madhaalimtaasi tu ay naftooda ka galeen ama ha ahaato t ay rabbigood ka galeen oo aan laga cafin أما أي آدمك آدمك ها أي كجلان بني آدم كا ولي بمظالم بني آدم كو حيد دار تهاي إن أنا يده ليس كعفينين ها وحيد دار إن أنا ليس كعفينينين. أو نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أو المامي من كان لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ما لنت قيامه قفكي ولالكي مظلمه أما ظلمي أجيستي أما قولها هذا أما فعلها هذا الدنيا ذا إنتو تشوغو ها كحلا انت آنا إيمانين إن آنو مركا قف كاسي مالين درهم يدي دينار آن لغا آنا إيمانين أو عمل كسالحة بس وياي وحا قفكا كا ولذلك با دين كوكال النبي عليه الصلاة والسلام نينك سحابي, سحابي قوي أو ويدي أو معنى جهادكو uu yidhi ma macnaa waxa weeyaan ma yahay mid qofka ka masaxaya haddii uu fii sabiili illaahi ku dhinto wixii uu sameeyey ee dunuub ahaay oo dhan dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ninkii haa dabeedna jibriil baa loo soo diray markiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkiibuu u yeedhay wuxuu ku yidhi jibriil baa ii yimid aanifan wuxuuna ii sheegay ila deyn wuu ka soo istinooday daynka mooyaane wixii kaloo dhan dunuubta jihaadka waa lagu dhaafayaa qofku haddii uu ka toobadkeenay buuyhi nebiga calehi salaatu wasalaam markaa daynta iyo qofka la dhintay aan laga gudin ama isagoo aanu iska gudin waxay ka mid tahay caraaqisha ama waxyaabaha inaga hor joogsan kara maalinta maaragtay qiyaam inaynu jannada rabbigeen gallo marka la soo gabagabeeyo dadka muslimiintii waxay ku geli doonaan jannada sidaansheegay raxmada rabbigood xataa kuwaa naarta soo maray ee la soo cadaabay waxa uu sheegay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay qur'aanka inoogu sheegay in naarta laga soo saari doono oo ay jannada masiirkoodu noqon doono oo xadiiska saxiixa waa ka nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ee shafaacada ka warramaya in ilaahay odhan doono macnaa waxa weeyaan macnaa saasoo kale ahriju ey min annaari من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. وحد نار تكسو سارتان ادومن كايغي قفكي قلبي جيسى معنا ذره إلا اتم اذيا اذويا إلا الى حتى آني أرق او ايمان اه قفكي كل انتي نار تكسو ساره بربي روندونا سبحانه وتعالى او مصير كيسو وحاو نو جندا laakiin miyay taasi ay tahay inaynu tala saaranno oo aynu nidhaahno haddii ilaahay janno ii qorayna jannada ayaan gelayaa haddii ilaahay naar ii qorayna naarta ayaan gelayaa miyay arrintu sidaas tahay oo sidaasay u fudud tahay abadan aad iyo aad bay arintu sidaa uga culus tahay hadda ma sawiran karo maxaa yeelay iimaankeenna ayaad mooddaa in uu aad iyo aad u daciifsan yahay laakiin mihaal waaxid baan ka sheegayaa أو نبي عليه الصلاة والسلام أهواش النار تغور رمي هرت إلهي سبحانه وتعالى وأو إنه قد جاء القرآن كاركي إلهي إنه فأنذرتكم نارا تلظى وحن إذن قد يا هدي أتيهن دتك مسلمين تها يا إيه بشر دمان كده ما نتيبا نار بن إذن قد يا هل أو أول ليس ولذلك بن نبي عليه الصلاة والسلام ودتك النار تغدي جري أو جري أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار نار بان إذن يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام وحو من نبي عليه الصلاة والسلام لبا حديث بان شيقة يا أولا آد عظيم آه آدي آد نقل قف قفك مسلم كا آه. ونقا حديث كواد كو نبي عليه الصلاة والسلام وحو كور رمي أهل النار عذابا يوم القيامة قفك او عذاب تفضض انت الهي خلقي سي عذاب قفك او عذاب تفضض اي نبي محمد كورم صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحه وحوكوري ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوضع تحت أخمصه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وحول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أهل النار كوردن ننك عذاب فضود إلهي سبحانه وتعالى ما لنت قيامها عذابي وعذابي وننبو النبي عليه الصلاة والسلام وقف لبديسا غمدود أما اللقود لبد بيرود أو أه لوغو نعم لبدي بيرود أو, نار, أو نعم لبدي 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 نار تأها أيا النبي عليه الصلاة والسلام يغلي منهما دماغه وحل كريا ماذا حي سيبا لكريا بل كورا لبطن بلوضو لغاها كوكو حران او مذحى او كريا او سيدا نريقو او كريا ماذا او ولبا دا كسي عجيب بدنه كدن بيسا لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا قف كعذاب دراني بإن وجيرو وما ملاينا يو وحوها الدون كأور نبا انت إلهي خلقي إنو عذاب كل اليهي الله أكبر وإنه لأهونهم عذابا بنبي رعيه صلى الله عليه وسلم ونمتك عذاب فضوط انت إلهي عذابي اي و ناري وانت كواك عذاب فضوط نبي عليه الصلاة والسلام <applause> ولذلك با إلهي نوغو هنجبي نارت ها إلهي نارتو نوغو هنجبي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ها إلهي محويري أدو من كيغا وحد أوران محمدو رحمة إذا إيو معنى وحويان إن ايتهي معنى وحويان نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم أنا رحمة إيو دم بداف بدن أدو من سيو محاكا دم بي وأن عذابي هو العذاب الأليم عذاب كيغنا إنه يهي عذاب آدي آد أكل الله أدرا أقورا اعلموا أن الله شديد العقاب وحده قاتل الله سبحانه وتعالى عذاب كيس إنه درن ولذلك إن بطش ربك لشديد ربك بطش كيس يقب شديد آدي آد بأذك حديث كالا النبي عليه الصلاة والسلام نار تو سيدي او حنون بدن تهي او ناغوشة اغي صحيحة وحو لنبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة يوم القيامة ها قف با لكيني دونا قف كاسي قف إلهي با قرنية. لكن وحو لنبي عليه الصلاة والسلام وحو أنعم أهل الدنيا الدنيا دو أردن انتي إلهي خلقي قفكي كي نعمة بدنا نعمة وقبة <applause> دن إلى هاي سي أيوها هدي تاي عافيمات هدي أي تاي جوريو هدي أي تاي مدحنمو هدي أي مال تاي هدي أي أولاد تاي آدم كوجعلي هاي هي على لكن ومن أهل النار نار ايو أهل ويا هي وح النبي عليه الصلاة والسلام حال سمينا يا فيصبغ في النار صبغة واحدة ولو يا أدونكي دبدنا النار تأيا هل مر لجلينا يا والعياذ بالله سؤال بامر إلهي ودينه يا ولا جسوا صار يا نار مر مر لجليو هل سؤال بالو دينه يا وحل أورنا يا هل مر نعيم بك قط ولي جاور نعمة ما أركتي ها ولي جا مع نعمة ما كسامرتي أو ما أركتي محورن دونا جوابتي سنقول لا ما مر بي نعيم قط إله يو ولي جيب النعمة مارك محي إلا وسيسي معنا وحويان صبغة في النار وحي إلا وسيسي أنصته وحويان ما كان من نعيم في هذه الدنيا وح الله وحي النعمة الدون كان وكجري هل صبغة أو نار لي أيا الدون كا إلا وسيسي الله أكبر محاضم علينا سامركا حدي انت لا لقى صوصاري اي نعمة ذي كوردن إلا وسيسي الاوسيسي محاذو مالينا ساكا مال ما كجر دونا محاذو مالينا سنوات كجر دونا محاذو مالينا يساكا بلا كجر دونا محاذو ساكا الهي اولي سبحانه وتعالى لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا الله أكبر محاض أم لي قف مركا إنت إلهي هل كا أقليي لقو إلوبي أو للاحد لوايي أو ماشا كو ليو كو أو مركا ورواقا ورادها اللي غصارو أن لو جوابين أو مركا ورادها اللي خفيفيا أن لو جوابين أو, أو مركا ورادها ربي وإينا حريسو أن لو جوابين وروحاً كجرا وحويان خيالي بان كجرا والله إيو نلول أن رب أهين أو أن حقيقة أهين هدي أين نورنتا إسدل تاجي لهين أو أي نورنتا أجان لهين وحويان إلهي سبحانه وتعالى رب جني كريم كأي نكعب ولذلك با سلفك سلفكا قلوبك قلوب تود إلهي إيمان كا يتقوى ذا وحيورنجرين للجنة نام طالبها وحن لي قف جنة دونية أو هدنا كسيح ذي ولذلك ابن القيم حولي رحمة الله عليه والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان والله بيقول هدي قلوبتو أي نبض قشي أو أي سليم تهي أو أران إي مركا ساسوك لمقدعان فولين والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان وحي قلوب تلقى قو إلى هيد مروك يا حنون أي كحنون سنيسو إن جنة لقى حرمي أهل قوي ذو عجبت للنار نام هاربها وحلا يا بي نار ننكي كعرية وسكسي حدا ان أنا أوغين وأخبار النار وأخبار الجنة هل كي لا هل كان اوغادا أخبار الجنة وأخبار النار سو إلهي ماها ككوّر رمي خالقها <applause> سو ما قرآن سو إلهي أغام شاكين هذه قرآن كي مركين وآخرين أنا وح قرآن بأينا فهمين وحو كو الرمي بأينا أما أينان نخرين نمبو أينان إيغي نمبا حقين كالينا وركا نار تي <applause> الجنة وإلا ذهي هي خبر كذا صحيحة هي رنتا حقين كالينا نعم ما بي بي سي بات كده يسام سا واحد الجزيرة مسملك مايا ورك الجنة ضي النار تورنا واحد قرآنك قرآن كرب سبحانه وتعالى لكن وانا قرآنك على قل وانا القرآن ككتة وانا قرآنك معنيه سفهم وانا القرآن او أخر إن أت كو أو أت فهنتو أو إلهي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ها القرآن قرآن كو تذكره أو حسوسين يا وح هرت قف قلبي سنول يَا أو سوجه هذا ومرك كواد مرك نرها نرهبين كو انتفاعه وَالنَّفْعِ كفا إذا فذكر إن نفعت الذكرى واني هدي أي ذو حنفع ها سيذكر من يخشى وحوانا ذا يا قفك إلهي كعب سنية. لكن قفك هدانو رب كعب سنين هدي آنو آخرة بوور اوغين هدي مرك آخرة لغشة كيو ولي هاي وأخبار الأولين أو أساطير الأولين أما ووحي ودادادو أي شيء جيرين أما ووحاس وركي سهدو انتا يا هاي مرك لكن فردي كردر كاي تمادا رنتو مرك الدنيا رنتو تمادو أو مرك ساسو كالي مرك كوبا دي تمادا لا داوانا مرك تمادو وحكالي آد يا آد بو فرحسين هاي آد يا آد قلبي سوج علي هاي لقام كرو لكن هدي خبر آخر لقاو رميه هدي جنا يا نار لقاشا كينا يو هدي خير يا وناق لقاشا كينا يو لقو مكرو محايا باو دبول مي أما وحنو صدي أو عافيمات بوباي باي نختار إن لقيو أي هاي او هاي أو دويو سو قلبك ما نعم قلبك ونو حنون صدو قرآن كاينوش شاقي ها في قلوبهم مرض إلى هاي بايدي فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون <تصفيق> <تصفيق> ان ادوابنا الهي باينوشه يقعدوا ذي سؤالتها قرانك يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هاتي قلبي قحانون دختر لك اي مجره ها هوسبتال كم لقينا يا مساء ملك لا لقينا رايدين يا دوديس ها نختار مجرى لوج يا قلبك هدي عن حنون كلا كل عينه معنا واحد ويان جيرمس إياه واحد عاسي وقلين أو أنا لقينا كلين قرين ولا لقينا نظيفين لكن هدي قلبك وحنون صدق أو قلبك عن شيء يانا أنا واك واحد لقوا قرط ما عضو جا معنا واحد ويان ما واك إلهي يري فإنها تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقلبك اللابت كتشرة إلهي شيغي ويان كاك حنون صدا الروح ذا معنا يو إيو وحي لحديدة ولا ليل مركا إن سي أسو كوبنو أسو قبا قبا وحنو إن آن عقبات كستو أو نار تا إنا جينا يسو جنة إنا غور جوكسنا يسا عقبات كا آن اي إيو كوكالو إن, آن adduunyada intaynu joogno ee maanta ayaynu ka diyaar garoobi karraa maantaynu go'aan qaadan karraa ah inaynu ilaahay subxaanahu watacaalaa dartii xumaan kasta aynu ilaahay dartii uga hadhno caqabad kasta oo naarta inageynaysa o janno inaga hor joogsanaysa maanta inaynu ku dadaalno in aynu iska goyno nafteena aynu ka goyno maxaa yeelay qad aflaxa man zakaaha waa taskiyatu nafsi baa loo baahan yahay naftu ويحنو ستا نعم وإلهي إلهي يقول إن النفس لأمارة بالسوء بسو تأيكو أمر إسا هوا ذي باشرتا أو شيطانكي أو جهلك أو مارك تسيدا سوكال وحا سورتن وأعدا نفتو أيلاذا أيضا واكمد مركا ديار مونها إن شاء الله تعالى نفتينا انطهره أو إلهي سبحانه وتعالى لك أشنو وإلهي إلهي أنو يديسنو. إن وحاصر سورتن انت اسكده إن الرو النغو السليمة قال إلهي أوتقنا ما ننت قيامة الإله يؤتقنا قلبي نو سليمة وأنا وطقلي أو شركي كسوة أنا وطقلي أو كفري كان وات قلي أو النفاق كان وات قلي صدق الله إن شاء الله تعالى وصورنا في إلهي إذا مادام أهل الله إله إلا الله أناهي لكن إنت قدم بي سي وطن عيدك بطني بقارب بدني نقجران إنت أنا مقهى النفط إنت نكدها يرو والله ده قال إنو أينوسك دينه إن أينان إمانين إلا وقلب جن سليم مويانه محايا لقلب سليم مويانه قلبك كلا جنة ما دونه إله إبراهيم شاقي عليه السلام أو كيري إلا من أتى الله بقلب سليم إلهي جندي سجل مايو إلا قف قلب سليم ولي مد رب مويانه قلب سليم كان وقلب جا كنبت جل مدان علمذو كبائر معنا وحويان كفر يا شيء يا كبائر الذنوب يا صغائر الذنوب او اللازمي او لازمي او صدح لها دي او كنا سوى قلبي سوى قلب سليم باذن الله تعالى. مرك الله وحن ويدي سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب إلهي سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالإسلام ويهدينا بالإسلام ويحفظنا بالإسلام ويجعلنا ممن يرضون الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة الخالصة لوجهه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. يا رب نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اجعلنا ممن لا يشقى بهم جليسهم يا ارحم الراحمين وممن غفرت لهم ذنوبهم وممن تقول لملائكتك اشهدكم اني قد غفرت لهم يا ارحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شاننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من خلقك اللهم اهد شباب المسلمين يا رحمن يا ارحم الراحمين اللهم اهدهم يا حي يا قيوم اللهم اهد قلوبهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ثبتهم يا رب بالقول الثابت وبالايمان وبالعمل الصالح يا ارحم الراحمين اللهم اهدهم يا رب العالمين واهد يا رب العالمين واهدهم يا رب العالمين اللهم اهدهم يا رب العالمين انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم